بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين اللهم آمين مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام وأهلا بكم حبيبي وقفنا المرة اللي فاتت عند وثمود الذين جابوا الصخرة بالودحة نبدأ وفرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. بصوا عليا وثير الراء هنا رقيقه وثير 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 وثير, وثير. وثير عون ذي الاوتاد وثير عون ذي الأوتاد. الاوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فاك فيها الفساد فأكثروا فأك, فأك... ك... 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 أنا بحاول أضغط لكم سنة في همس في الكاف حروف الهمس لازم من حروف الهمس اللي هي فحثه شخص سكى تمام وهي ساكنة في وسط الكلمة أنت تنطقها إزاي طالما أنت يا أستاذ سيدنا اللي بتتكلم يعني اتفضل أنت قال افت... انطق الآية <applause> فأكثروا فيها الفساد لا. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد ثاني فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب س سوط 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 عذاب سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد يلا يا آدم وفرعون ذي الأوتاد الذي ط... الذين الذين طغوا في الذين طغوا. طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد يلا يا حنين فصب عليهم ربك سوط عذاب ها ر رب ولا ربك سوط هي رققت مني كنتي بتقوليها فخلي بالك انها هتفخميها يلا فصب فصب عليهم ربك سوط عذاب عذاب شوفي أنتي لما قلتي عذاب انا ما حسيتش بالبه عشان اسمع البه لازم اهز الحرف ده لانه من حروف القلقله اللي خدناها قبل كده وما تقلقوش كل ده احنا بنعيد ونزيد فيه كل ما بنيجي واحنا بنصحح القراءه هيتحفظ بالوقت حروف الق... القلقله قط بجد القاف والطاء والباء والجيم والدال انا دلوقتي هقف على ايه على الباء على الباء هي من حروف القلقله لو انا ما هزتش الحرف مش هنسمع الباء مش هسمع الب فسمعيها بقى كده بالقلقله عشان تظهر الب معاكي في النطق فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد المرصاد لبالمرصاد المرصاد نفس المرصاد. 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 القصه الدال قطب جد الدال من ضمن حروف الايه الخلقال. يلا يا شروق وفرعون ذي الاوتاد برضو اوتاد اوتاد الذين طغوا في لا البي... لا 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 يا شروق انا زعلت انا زعلت زعل كبير يا شروق طب قولي لي انت غلطتي في ايه اه ما خدتيش ما ما بالك الطاء ما نطقتش الطاء بالطريقه الصح فلما ما نطقتش الطاء بالطريقه المظبوطه اتحولت لته دي ته تغو ولا طغو, طغو تا ولا طا اللغه العربيه لغه حساسه جدا جدا عدم نطقي لمخرج الحرف بطريقه سليمه اقدر احول الكلمه من معنى لمعنى يبقى انا هنا لازم طا ده من حروف الاطباق ومن حروف الاستعلاء يبقى حرف فخ الصفة لما بتخرج فيه صفة الحرف شديدة قوية عشان تبان وأقدر أميز ما بين الطاء وما بين تاء طاء تاء طاء تاء طا تا. قولوا الاثنين عشان تدوقوا نطق الحرفين طاء ط على فكره أنا ما لعبتش بالنغم الصوتي هنا انا المخرج اللي اختلف فشوفنا الفرق ما بين طا ط ط ط ت ت يلا يا شروق سمعيني بقى يا شروق الذين طغوا في البلاد هي بنسبة كده عارفه 60% حلو نقولها تاني <applause> الذين طغوا في البلاد احسنت فأكثر لا فأكثروا ما بقلقلش القاف انما الكاف انما بهمس الكاف فأكثروا فأك فأك, فأك أك, أك في هوا بيخرج مع نطق الحرف لانه لو ما خرجش برده مش هسمع الحرف فأك فأك, فأك 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 فأكثروا فيها الفساد لا عايز تدريب الحرف ده فأك أيوة فأكثروا فيها الفساد كمل يا أنس فصب عليهم ربك صوت عذاب صوت عذاب يعني أنا بقول لك يا أنس ولا بقول لك يا أنس 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 يبقى دي سين ولا صاد؟ سين صوت صوت عذاب أول أول حرف في الكلمة سين, سين يبقى إيه؟ صوت سو سوط 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 عذاب على فكرة أنت بالوقت مش هتقدر تقرا القران غير صح عشان انت دقت حلاوه لما بتقراه بالطريقه السليمه فما نزعلش ان احنا بنكرر الاخطاء ونعيد عليها انت ماجور على كل حد تاخد اجر الملائكه قاعده تكتب لانس اجر وتكتب لشروق وتكتب لساد ولعبد الله ولساره والادم والحنين قاعدين يتعلموا القران القران كلام الله عايز منا مجهود من لم تكن له بدايه محرقه لم تكن له نهايه مشرقه اللي مالوش بذل الجهد والتعب فيها كده عشان يوصل انه يقرا القران صح مش هيوصل لازم الواحد يتعب شويه ولكن القران ميسر للذاكرين فاحنا بس نبذل بعض المجهود كده عشان نوصل لنتيجه مظبوطه ولا ايه يا ساره؟ كلام مظبوط ولا ايه؟ ماشي يلا بينا فصب عليهم ربك صَوْطَ عَذَابٍ عذاب 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 إن ربك لبالمرصاد طب هسألك يا أنس أنت ليه غنيت النون؟ يعني أنت ليه وقفت على النون بتاعت إن ربك؟ علشان عليها شدة عشان أنا عندي النون والميم من أحكام النون والميم المشددتين إن أنا اذا في نص الكلمه وفي اخر الكلمه بعمل ايه انا بغن النون بغن النون ان والحرف المشدد يعني حرفين في بعض حرف ساكن نون ساكنه ونون متحرك دخلنا الساكن في المتحرك ونطقناهم بشده عرفت ايه الحرف المشدد يعني ان دي المفروض انها ثلاث حروف الهمزه المكسوره والنون الساكنه ونون تانية متحركة فضمينا الاتنين الساكن والمتحرك النون الساكنة والنون المتحركة في بعض ونطقناهم إن. نون مشددة إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد يلا يا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد طغوا برضو نفس الخطأ طغوا طا طا أنا عايزة طا طا مش تغوا طغوا الذين طغوا. طغوا. طغوا 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 في البلاد في البلاد تاني الذين الذين طغوا لا طغوا طغوا أيوه الذين طغوا في البلاد فأكثر فيه فأكثروا فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا وارزقنا اللهم حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم, اللهم امين يا رب العالمين